الله وبركاته. كي دايرين اخواتي؟ ان شاء الله تكونوا كلكم بخير. اليوم ان شاء الله غنقترح عليكم واحد الوصفه، ممكن تكون وجبه غداء او العشاء، سريعه في التحضير، صحيه، خفيفه وصيفيه. اول طبق ان شاء الله غنبداو به هو طبق السلمون اللي غادي نديروه ان شاء الله في الفرن، ونقترح عليكم سلطات اخرى، بقاو معايا لاخر الفيديو. بالنسبة للطبق السمك غادي نحتاجو 4 قطع من سمك السلمون، غادي نحتاجو عصير الحامض، غادي نحتاجو اليازير أو الروزميري، غادي نحتاجو الربيع المجفف، ممكن نضيفو الربيع الطري، تقطعو المعدنوس، الملح حسب الذوق، وغادي نحتاجو بودرة الثوم، غارليك باودر، والبزار او القليل من البزار اللي كيبغيه، وغادي نديرو القليل من الزيت البلديه كاضافه، ما نكثروش منه بزاف لان اصلا السلمون كيكون مشبع بالدهون. كنضيف عصير حامض، وكنضيف روزميري او اليازير، الا ما بغيتوش تضيفوا اليازير ممكن تضيفوا الزعتر اوريغانو، حتى هو كيجي زوين. وكنضيف التوابل الاخرى، الملح وبودره الثوم كتعطي واحد النسمه هائله، والبزار ان شاء الله. غادي نديروا القليل، اللي ما كيبغيش الفلفل الاسود ممكن نستغنى عليه. بالنسبه لشرائح السمك ممكن تستعملوا اي نوع من انواع السمك الا ما توفرش السلمون. غادي نتبلوه مزيان، غادي نخليوه في التتبيله هذه على الاقل واحد نصف ساعه الا كان عندكم الوقت، على بال ما توجدوا السلطات الاخرى او للوجبات الاخرى اللي بغيتوا توجدوا. وفي هذه الاثناء انا راني سخنت الفران على درجه حراره 180، وغادي ندخلو ان شاء الله باش يطيب ليا. من الاحسن ما تخليوش السلمون يطيب بزاف، اكثر تقدير هو 20 دقيقه. الا بان لكم راه تحمر من الفوق غادي تحيدوا، الا بان لكم مازال خصو يتحمر غادي تضيفوا واحد 3 دقائق هكا يتحمر لكم من الفوق وتخرجوه، باش ما يفقدش هذيك المكونات ديالو وما ينشفش، وحتى المذاق ديالو يبقى زوين. وضفت هذاك الربيع المجفف من الفوق كما كتشوفوا، غادي نخليه شويه وندخلو الفران ان شاء الله كيف ما قلت لكم 20 دقيقه اكثر تقدير. وهنايا غادي نزوقوا بشرائح الحامض. وهنايا غادي نجيب باش ندير هذيك واحد السلطه مشكله فيها الانواع ديال الخضار على حسب داكشي اللي متوفر عندكم. هذه هي السلطه المعتمده انا عندي في هذا الصيف، كتجي هكا خفيفه وصحيه، نتوما غادي تشوفوا المكونات ديالها. وكنظن فايت مشاركتها معكم. عندي هنايا قطعت الخس، عندي السبانخ مقطعين، عندي الخيار ولا الفكوس مقطع، عندي بالنسبه للفواكه قطعت التفاح، قطعت الليمون، ممكن تضيفوا اي نوع من انواع الفواكه اللي عندكم، ممكن تضيفوا المشمش مقطع، الخوخ مقطع، ممكن تضيفوا لافوكا اللي توفر لكم. وبالنسبه للمكسرات هنايا انا ضفت البيستاش، ضفت هنايا القرقاع اولا الجوز، وضفت زبيب، ممكن تعوضوه بالتمر مقطع الى ما توفرش لكم. هذه سلطة مشكلة، ممكن تضيفوا اي نوع من انواع الخضر اللي عندكم اللي توفرت لكم. حتى بالنسبة للمكسرات كيجي معها حتى كاوكاو محمر كيجي رائع، وممكن تضيفوا حتى الجبن، حتى هو غادي نضيف ان شاء الله انا جبن الفيطة، الا ما توفرش ممكن تضيفوا الجبن الاحمر ولا اي نوع من انواع الجبن، وممكن الاستغناء عليه الا ما كتبغيوش في السلطات، ماشي ضروري.
وهنايا جيت باش ندير التتبيله، غادي نحتاج زيت البلديه تقريبا واحد 3 الى 4 المعالق كبار على حسب الكميه اللي استعملتو نتوما ديال الخضار. غادي نضيف هنايا عصير الحامض، غادي نضيف هنا خل التفاح، القليل من الفلفل الأسود أو البزار، الملح على حسب الذوق، وغادي نضيف هنا بودرة الثوم. هاد التتبيلة راه خفيفة خفيفة، كتجي زوينة وخفيفة. وهنا كنضيف الربيع المجفف، إذا كان الربيع طري كتقطعو المعدنوس كتضيفوه، صافي. كنخلط هاد العناصر كاملة أو كنخليها جانبا، من الأفضل الا ما كنتوش غادي تقدموها تخليو التتبيله لوقت التقديم. كتجي رائعه بهاد التتبيله كما كتشوفوا، راه خفيفه، وداك المزيج ديال خل التفاح والحامض وبودره الثوم كتجي رائعه وصحية. صافي كنخلطوا هاد العناصر كامله كيف ما قلت لكم. هاد التتبيله من الاحسن ما تضيفوهاش للسلطه ديالكم حتى لوقت التقديم. ودابا ان شاء الله غادي نشارك معكم واحد السلطه زوينه خفيفه، مكوناتها قليله، الايطاليه كابري سالاد. غادي نحتاجو غير الطماطم نقطعوها دوائر، وغادي نحتاجو الجبن الموتزاريلا الطري فريش موتزاريلا كيكون مقطع دوائر، وغادي نحتاجو الاوراق الحبق البيزل. سهله جدا وسريعه في التحضير، وحتى المذاق ديالها كيجي زوين. وبالنسبه للتتبيله هي نفس التتبيله اللي استعملت في السلطه اللي شاركت معكم دابا، كندير الحامض خل التفاح زيت البلديه، نفس التتبيله هي اللي استعملت حتى بالنسبه لهذه، لان اصلا كابري سالاد كيستعملوا فيها واحد التتبيله سميتها البالزاميك فينيغر، احنا بالنسبه لينا ما نستعملوهاش لان فيها كيستعملوا فيها مكونات اخرى بحال الكحول، حنا ما نقدروش نستعملوها. من الافضل نديرو التتبيله ديالنا كنعرفوا شنو المكونات اللي فيها. وغنوضعوها بهذه الطريقه اللي كتشوفوا، جد سهله وجد صحيه في نفس الوقت. الحبق راكم عارفين الحبق راهو فيه فوائد صحيه كثيره، كيتستخدم كنستخدمو بحال هكا في التزيين ديال السلطات، كيتستخدم في جميع الاطباق في الطبخ، بحال ممكن نضيفوه في الدجاج في الحساء في على شكل شاي، وكيستعمل حتى في العلاج ديال العديد من الامراض. وعاد داك النسمه ديالو الرائعه اللي كيضيف،
صراحه في هذا الصيف راه حنا كنحتاجو غير بحال هكا سلطات خفيفه ولا حوت بحال هكا شي حاجه خفيفه وسريعه حتى في التحضير. كيف ما شفتوا المكونات راه قليله لا بالنسبه للسلطه الاخرى ولا هذه، والحوت هو سريع في التحضير. بالنسبه للسلمون كيف ما قلت اذا توفر مزيان، اذا ما توفرش راه ممكن تستعملوا اي نوع من انواع الحوت اللي كتفضلوا نتوما. وكنقدموا بهذه الطريقه اللي كتشوفوا، كنضيف عليه هذيك التتبيله كتجي رائعه جدا في المذاق. نفس الشيء بالنسبه لهذه السلطه، ما نضيفوش هذه التتبيله الى حين التقديم. انتم شوفوا كيفاش كيجي المنظر، رائع جدا شكلا ومضمونا. وهذا هو الحوت ديالنا، هو السلمون، خرجته من الفران. شوفوا كيفاش كيجي رائع محمر وسهل في التحضير. كنتمنى تعجبكم هذه الوصفه وتجربوها حتى نتوما. ورافقته هنايا السلمون، رافقته بطاطا مشويه، راه فايت ليا شاركتها معكم. وبهذا اللي شو صغير اولا براسل سبراوت تا هما شويتهم في الفران. ممكن ديروا اي نوع من انواع الخضار، ممكن تضيفوا الجزر ولا خيزو تا هو مشوي مع البطاطا في الفران. ممكن تضيفوا البروكلي اذا توفر. وقدمته بهذه الطريقه هذه. ورافقتو بالسلطات اللي شاركت معكم، هذيك السلطه اللي مشكله زدت عليها ضفت عليها جبن الفيطه. كيف ما قلت ممكن تضيفوا اي نوع من انواع الجبن اللي عندكم. ورافقتها بهذا العصير ديال المونغ وديال الفريز. وكانت هذه هي الوجبه اللي غادي نقترح عليكم اليوم، اولا اللي اقترحت عليكم. كنتمنى تعجبكم وتجربوها حتى نتوما، راها خفيفه ظريفه ديال هذا الصيف. الى عجبكم لها كانت هذه هي نهايه الفيديو. الى عجبكم ما تنساوش تسجلوا الاعجاب ديالكم باش تشجعوني ان شاء الله ونقدم وصفات اخرى. ولا عجبكم ما تنساوش تضغطوا على زر لايك. وبالنسبه للناس اللي يلا التحقوا بالقناه لاول مره، ما تنساوش تشتركوا. وان شاء الله الى فيديو مقبل ووصفات مقبله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، في امان الله.